السلام على من اتبع العقل ونبذ النقل وفكر. عسلمة. نواصل الحديث عن الإنسان العاقل الذي هو الوحيد اليوم الذي يعمر الأرض من أدغار إفريقيا إلى سيبيريا ومن أقصى أمريكا إلى أقصى آسيا، وليس هناك غيره على الأرض. سوف نتكلم في هذه الفيديو عن فكرة آدم وحواء على حسب علم الجينات. طبعا سوف لا أخوض في هذا العلم الكبير الذي هو جدا متفرع، وإنما سوف أكتفي بجانب واحد الذي يخص الأصل المشترك لكل البشرية الموجودة اليوم على الأرض. السؤال الذي يطرح علميا وعلى حسب علم الجينات، هل البشرية لها جد مشترك كما تقول الأديان التي تكلمت عن الموضوع، أم إن البشرية ليس لها جد مشترك وقادمة من أجداد مختلفة؟ أولا، الموضوع ليس سهل ويحتاج كثير من التركيز، ولهذا سوف أبدأ بالخطوة بالخطوة وبالنقطة بالنقطة. قبل كل شيء حبيت نذكر إن علم اللغة يؤكد إن البشرية لها لغة مشتركة تعود إليها كل اللغات الأخرى، وهذه اللغة وجدت في تقريب منطقة جنوب إفريقيا، وهي الآن قد اندثرت، ولكن هناك لغة قريبة منها جدا موجودة إلى اليوم، وهذا ليس موضوعنا. أما من الناحية الجيولوجية، لقد أثبت العلماء أن كل البشرية تأتي من مجموعة بشرية واحدة التي يطلق عليها الإنسان العاقل، التي ظهرت بين جنوب إفريقيا وشرق إفريقيا. يعني من ناحية الجيولوجية واللغوية يؤكدون على أن فما مجموعة بشرية واحدة هي أصل اللغات وأصل كل البشر اللي موجودين اليوم على الأرض. ويأتي علم الجينات لكي يؤكد ذلك ويذهب أكثر في التفاصيل. طبعا اللغة الأم ليس كما يقول الإسلام إنها العربية التي هي لغة سامية جدا متأخرة، ولا أي لغة أخرى، بل هي لغة تحتوي على كل الأصوات التي موجودة في لغات العالم اليوم. وطبعا هذه اللغة انبثقت من لغة أخرى التي هي لغة الأصوات والحركات كما قلنا في الفيديوهات الأخرى. أما المجموعة البشرية الأولى ليس هي أولاد نوح أو أولاد آدم كما تقول الأديان، ولم توجد في الشرق الأوسط، وإنما وجدت في جنوب شرق إفريقيا، وهي مجموعة بشرية يطلق عليها الإنسان العاقل. وكما قلت جاء علم الجينات وأكد علميا أن البشرية الحالية كلها التي تعيش فوق الأرض اليوم تعود لمجموعة بشرية واحدة ظهرت في إفريقيا، بل ذهب أكثر من ذلك، وهذا ما سوف نعرفه في هذه الفيديو. أولا يجب أن نعلم أن التركيبة الجينية للبشر متكونة من 23 زوج من الكروموزوم. أحد هذه الأزواج نطلق عليها الكروموزوم الجنسي، بينما الأنثى عندها كروموزوم جنسي متكون من XX، بينما الرجل عنده كروموزوم جنسي متكون من X و Y، وهذا الذي يجعل الفرق
بين الذكر والأنثى، هي فقط إحدى الكروموزونات، ومتشابهين ومتساوين في 22 كروموزوم. الذي يهمنا هنا هو الكروموزوم الجنسي الذكري، أما الأنثوي لا يهمنا لأنه متكون كما تعلمون من إكس وإكس، أي زوجين متشابهين، بينما الرجل متكون من إكس وإيجريك، أي من زوجين غير متشابهين. والذي يهمنا هنا هو الإيجريك. أثبت العلم اليوم أن كل الذكور البشرية على كوكب الأرض يحملون نفس الإيجريك، الذي يدل على أن أصل كل الذكور البشرية ينزلون من إيجريك واحد، اللي هو يتسمى آدم الجيني. يعني أنا أحمل نفس الإيجريك متاع خويا ومتاع ولد عمي ومتاع كل الذكور فوق هذه الأرض، وهذا الإيجريك خذيته من عند أبي وأنقله إلى أولادي الذكور فقط. إذن قلنا إن كل الذكور على الأرض يحملون نفس الإيجريك، ولكن ليس 100% بسبب الطفرات الجينية التي هي جدا ضئيلة وتحدث بين شخص وآخر. أي مثلا بيني وبين أخي الطفرة تكون قليلة جدا، يمكن نعتبروها طفرة واحدة، ومن بيني ومن بين ولد عمي فما طفرتين، ومن بيني ومن بين إنسان آخر أبعد لي في القرابة فما ثلاثة طفرات، وهكذا. أي لو أخذنا زوز رجال في أي منطقة في العالم ودرسنا عدد الطفرات اللي موجودة من بين الزوز إيجريك، نعرف درجة القرابة من بيناتهم. وعندما نقوم بهذه العملية لكل الرجال الموجودين اليوم فوق الأرض، نجدهم إن كلهم عندهم قرابة من بيناتهم، أي ينزلون من إيجريك واحد، وهذا الإيجريك هو اللي نطلق عليه آدم الجيني. إذن هل آدم الجيني، أي هذا الإيجريك الأصلي أو الأول، هل هو رجل واحد أم لا؟ الجواب نعم ولا في نفس الوقت، لأن الأمر جدا معقد من الناحية العلمية، ولكن سوف أحاول أوضح الفكرة أكثر شيء ممكن. نحن قلنا إن من الناحية الجيولوجية واللغوية إن كل البشرية اليوم تأتي من مجموعة بشرية واحدة ظهرت في إفريقيا، مع مجموعات أخرى بشرية كانت موجودة أيضا في إفريقيا ولكن اضمحلت وانتهت. إذن هذه المجموعة البشرية، أصل كل البشرية اليوم، كانت أعدادها فرضا عشرات الآلاف، أي عبارة على قبيلة اليوم، ومنها وحدها تأتي جميع البشرية. هذه القبيلة أو المجموعة البشرية هي وحدها نطلق عليها الإنسان العاقل. وطبعا هذه القبيلة قبل أن تصل إلى 10,000 أو أكثر أكيد كانت قبيلة صغيرة فيها رجال ونساء وأطفال. ونحن نعرف اليوم إن القبيلة بصفة عامة دائما تنسب إلى رجل واحد، نقول أولاد فلان أو قبيلة فلان، وهي تعود إلى فلان. طبعا اليوم عندما ننسب القبيلة إلى رجل واحد ليس بالضرورة هو أول رجل في القبيلة، وإن كل من في القبيلة يعودون إلى نسله. قد يكون القبيلة تنسب إلى شخص له نفوذ أو رئيس القبيلة أو شخصية مشهورة أو غيرها، وطبعا قد يكون بالفعل هو أبو أغلب من في القبيلة. ولكن هنا
حسب الدراسات الجينية تقول إن المجموعة البشرية العاقلة الأولى كانت تنزل من ذكر واحد يحمل نوع من الكروموزوم إيجريك نقله إلى كل ذكور القبيلة، وبدورهم نقلوها إلى كل البشرية. السؤال الذي يطرح نفسه، هل كان هذا الرجل وحيدا؟ الجواب بالطبع لا، أكيد معه رجال آخرين، ولكن في ذلك الوقت أكيد إن هذا الرجل الذي يحمل الكروموزوم إيغريك والذي نحمل نحن هذا الإيغريك كان الأكثر خصوبة والأكثر قوة والأكثر سلطة، هذا من جهة، ومن جهة أخرى يمكن الرجال الذين كانوا معه لم ينجبوا أو أنجبوا إلا البنات أو أولادهم ماتوا، كما يمكن أن يكون هو قضى عليهم، وهذه طبيعة الإنسان العاقل الأول يريد بقاء إلا نسله، كما يمكن أن أولاده قضوا على الآخرين، أو أن هؤلاء الرجال كانت لهم أولاد وذهبوا إلى مناطق أخرى واضمحلوا وانتهوا وانقرضوا. المهم الأسباب عديدة تجعل إن هذا الذكر الواحد كون مجموعة بشرية جاءت منها كل البشرية، لأنه الأفضل والأقوى، والتي استطاعت مجموعته البشرية أن تبقى ولا تنقرض وتكبر إلى آلاف العشرات من الآلاف، إلى أن وصلت في وقت من الأوقات إلى مليون فرد، وبدأت تغادر إفريقيا بعد عشرات الآلاف من السنين، وحملوا هذه الفكرة معهم على أنهم ينزلون من ذكر واحد أو أب واحد لكل المجموعة، التي هي فكرة آدم أو فكرة رب القبيلة أو المجموعة. ثم أصبحت هذه الفكرة على حسب ما نجده في المعتقدات والأديان وخلق آدم أب لكل البشرية. إذن ما هو أكيد أن هناك كان كثير من الرجال، وكل رجل منهم يعتبر آدم لمجموعة بشرية عاقلة، أي إن كان هناك كثير من المجموعات البشرية العاقلة، وإن أحدهم قضى على الآخرين أو انقرضوا بطبيعتهم ولم يخرج من إفريقيا ولم يعمر إفريقيا إلا فصيل واحد، وهو الأحسن والأذكى والأقوى، هو وحده بقى ومنه تأتي جميع البشرية، وهذا الشخص هو الذي يعود إليه كل الرجال الموجودين على الأرض اليوم عن طريق الكروموزوم الجنسي إيغريك. إذن نعود إلى علم الجينات ونرى إلى ما توصل إليه العلم اليوم في هذا المجال وقصة آدم الجيني. دراسة أصل الإنسان جينيا يتم بطريقتين، الطريقة الأولى هو التحليل الجيني للأعضاء أو الاكتشافات الجيولوجية التي تم اكتشافها من طرف الإنسان قديما أو حديثا، يحاولوا بشي يدرسوها ويحلوها جينيا ويقارنوها بجينات الإنسان الحالي. قبل فترة كان أقدم أديان كامل لذكر وجد في سيبيريا، يعود التاريخ نتاعه تقريبا 45 ألف سنة، ولكن مع تطور علم الجينات وتحليل هياكل عظمية قديمة استطاعوا أن يعودوا بالأديان إلى 400 ألف سنة تقريبا، بل حتى أنهم يقولوا يوصل إلى 600 ألف سنة، وهذا الاكتشاف أكده
الاكتشاف الأخير الذي حصل في المغرب للإنسان العاقل الذي يعود أكثر من 300 ألف سنة. هذه المعلومات الحديثة غيرت كل المعطيات القديمة التي كانت تحدد أن الإنسان العاقل ظهر منذ 150 إلى 200 ألف سنة. اليوم الدراسات العلمية الحديثة الجيولوجية والدراسات الجينية تؤكد أن الإنسان العاقل ظهر قرابة نصف مليون سنة، أي 500 ألف سنة. إذن هذه الطريقة الأولى لدراسة أصل الإنسان، وهي تتطور تطور كبير مع تطور علم الجينات والاكتشافات الأخيرة للهياكل العظمية ومقارنتها بالأديان الإنسان الحالي. أما الطريقة الثانية فهي دراسة الطفرات. أنا قلت في أول الفيديو أن الفرق بيني وبين خويا في الكروموزوم إيجراك هي طفرة، والفرق من بيني وبين ولد عمي طفرتين، هذا طبعا كمثل. إذن على قد ما تكون أقل طفرات على قد ما الشخص يكون يقرب لي، وعلى قد ما تكون أكثر طفرات يكون الشخص بعيد عليا وأشترك معاه في جد مشترك. إذن وتناخذ زوز رجال ونحاول ندرس الإجراك متاعهم ونحسب عدد الطفرات، النجم نعرف وقتاش كان عندهم أب مشترك. وعندما ندرس جميع الرجال اللي موجودين توا في الأرض، النجم نعرف شكون هو بوهم الأول على حسب عدد الطفرات اللي موجودة في الإجراك متاعهم. وعندما زاد ندرسوا عدد الطفرات اللي موجودة في الإجراك متاع الرجال توا، النجم نحدوا وقتاش كان يعيش جدهم الأول وفين كان يعيش، طبعا مع المقارنة بالاكتشافات الجيولوجية. إذن نخرج من كل هذا بخلاصة علمية تنجم تكون هي الأكثر صحة، مع طبعا تطور العلم وتصحيحها أكثر فأكثر. طبعا نحكي بالنسبة للذكور، حتى التوى في هذه الفيديو باش نحكيه كان على الذكور، لأن الإناث هي وضع آخر سوف نحكيه عليه في الفيديو القادم، لأن كما تعرفوا الإناث ما عندهاش إجراك. الخلاصة الأولى إن كل البشر سواء كان إفريقي أو آسيوي أو أوروبي أو أسترالي أو من الهنود الحمر، مهما كان في القطب الشمالي أو القطب الجنوبي، الكلنا ولاد عم، الكلنا ننزل من آدم جيني واحد ظهر في إفريقيا قبل تقريبا 500 ألف سنة، وإليه اليوم تعود كل البشرية. هذا حسب آخر دراسة علمية. النقطة الثانية، لو ناخذ أي إجراك متاع أي ذكر اليوم من البشر أينما كان يعيش، كلهم نفسهم يختلفوا إلا في الطفرات، ونسبة الطفرات كلها أكثر طفرات ممكنة لا تتجاوز يمكن 0.1%، يعني الطفرة ما تأثرش على الإجراك، الإجراك هو بيده. وهذا يؤكد أن عندنا جد مشترك اللي خذاته الأديان وسماته آدم، وألف تحولوا الخرافات والقصص وإن رب خلقه وإن مخلوقات فضائية جات لقحته وغيرها من الخرافات الموجودة في المعتقدات والأديان القديمة، رغم إن علميا المسألة واضحة وبينة. هذا آدم كان يعيش معاه أشخاص أخرين كيفه، غير هو كان الأقوى وهو ساعدته الظروف باش يبقى ويواصل الجنس متاعه
بينما آخرين اضمحلوا ونسلوا. هو اللي انتشر في إفريقيا ثم خرج من إفريقيا وعمر كل الأرض واللي احنا جينا منه، وهذا اللي نسميه آدم الجيني أو آدم كروموزوم إيغريك. وأي رجل اليوم يمكن يمشي لأي لابوراتوار مركز تحليل ويحلل الكروموزوم إيغريك متاعه ويعرف أصله وفصله متاع كل أجداده الذكور. أما المرأة طبعا باش تعرف أجدادها الذكور لازمها تحتاج إلى رجل خوها ولا أبوها، هذا باش نتكلم عليه في الفيديو القادم. هذا مع الأسف حقيقة علمية، الأنثى محتاجة إلى ذكر من عائلتها باش تعرف أجدادها الذكور، بينما الذكر في التحليل ليعرف أجداده الإناث غير محتاج إلى أمه أو إلى أخته. إذن أكتفي بهذا القدر من هذه الفيديو ونواصل مع الفيديو القادم حول ما يسمى حوة الجينية اللي هي أكثر تعقيد من الذكور. إذن نختم هذه الفيديو وأقول لكم شكرا على التشجيع وشكرا على التوزيع، ومعاه فيديو قادم وبسلامة.